وينضم معنا من ستوكهولم الأستاذ محمد الصحفي الأحوازي، الأستاذ مجيد الأحوازي أو محمد مجيد الأحوازي. مرحبا بك أستاذ محمد. بداية، إذا كان إطلاق سلطات جبل طارق للسفينة الإيرانية نصرا دبلوماسيا كما ادعت إيران، إلى أي مدى تعتقد هو بداية ربما لجولة جديدة من التهديد العسكري الأمريكي الإيراني؟ نعم طبعا، حتى الآن سفينة أو ناقلة نفط أدريان الإيرانية لم تصل إلى الشواطئ الإيرانية، وما زالت هنالك يعني التهديد الأمريكي ما زال نافذا، ويطبق التهديد الأمريكي وتنفذ الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في احتجاز وإيقاف ناقلة غريس واحد أو أدريان اللي تم تغيير اسمها إلى اسم جديد في جبل الطارق. حتى الآن لم ينتهي هذا الملف ولم تنتهي هذه الأزمة، ولكن الإيرانيين طبعا حتى الآن يروجون على أنه انتصار سياسي وانتصار دبلوماسي للدبلوماسية الخارجية الإيرانية، وأيضا الصحف الإيرانية والإعلام الإيراني يروج على أنه هذا الانتصار جاء من خلال الحرب الثوره الايراني وخلال ارهاق ايران. طيب استاذ محمد، هناك تهديد السفينه البريطانيه، فاعتقد بانه في حال استمرت هذه الازمه ولم تعود سفينه او ناقله جريس وان الى 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 الشواطئ الايرانيه، اعتقد بانه سندخل فعلا بفعل مرحله جديده في المواجهه، وايران الحرس الثوري الايراني بكل تاكيد سيرد بقوه على تجديد او احتجاز ناقله مجددا. وصحيفه جواد المغربه في الحرس الثوري الايراني اليوم تحدثت بشكل صريح بان هناك تهديد عسكري امريكي لايران، ايضا بالمقابل هناك تهديد ايراني للخليج، لدول الخليج. يعني هددت ايران بتعطيش الخليج في حال تعرض السفن لشرارة الحرب. يعني إلى أي مدى ترى أن هناك ربما حاجة فعلية لوجود تكتل خليجي لمواجهة هذا التحدي الإيراني؟ نعم، يعني اليوم صحيفة جواد الحرس الثوري الإيراني تحدثت بصراحة عن استهداف الخليج، عن تحرك الحرس الثوري الإيراني في احتجاز لاحتجاز ناقلات النفط الخليجية واستهداف العمق الخليجي. يعني اليوم صحيفة كيهان الناطقة باسم المرشد تقول الهدف المقبل بعد استهداف عقل الشيبه هي الامارات. التهديدات الايرانيه صراحه، ايران تهدد وتنفذ، وكل التهديدات الايرانيه نفذت صراحه. ولكن يجب هنا ان دول الخليج وايضا حلفاء دول الخليج بريطانيا والولايات المتحده الامريكيه يجب ان يكونوا واضحين فيما يخص التهديدات الايرانيه. حتى الان لا يوجد اي رده فعل امريكيه واي رده فعل خليجيه على كل الهجمات الارهابيه الايرانيه بالمنطقه. فبالفعل التهديدات الايرانيه قد تنفذ، ايران نجحت حتى الان في اداره الصراع، اداره الازمه في مواجهه الخليج وفي مواجهه الاداره الامريكيه. وفي حال استمر هذا الكسل العربي، الكسل الخليجي والرد البطيء او عدم الرد الامريكي على الهجمات الإيرانية في المنطقة، قد توسع تبالغ إيران في هجومها وفي ردودها على دول الخليج. وما نشاهد اليوم من استهداف عقل الشيبة واستهداف قارب مناطق أخرى في السعودية هو كله تصعيد إيران. يعني طيب، هذه الأزمة كيف ستديرها الولايات المتحدة؟ الآن الولايات المتحدة الأمريكية صراحة لا توجد عندها رؤية واضحة المعالج لمواجهة التهديدات الإيرانية. إيران استهدفت ناقلات النفط الخليجية، احتجزت ناقلات سفن تجارية بريطانية، احتجزت ناقلات نفط، وحتى الآن لا يوجد أي رد صراحة. فالأمريكان وحتى حلفائهم، حتى العرب، حتى دول الخليج حتى الآن فشلت صراحة، يجب أن نعترف بذلك. وإيران نجحت في إدارة هذه الصراع، في إدارة هذه الأزمة، لأن كل التهديدات الإيرانية نفذت. فيجب أن نراقب ويجب أن نتابع الموقف الخليجي، الموقف الأمريكي، الموقف البريطاني، وكيف سترد هذه الدول على كل هذه الهجمات الإيرانية. لأن
حتى الآن الهجمات الإيرانية بقت بلا رد، يعني لا يوجد أي رد أمريكي أو أي رد خليجي على الهجمات الإيرانية، وكانت الهجمات داخل العمق الخليجي، داخل العمق السعودي، داخل العمق الإماراتي صراحة. الرد العربي، الرد الأمريكي، حلفاء دول الخليج ردهم خجول جدا أو لا يوجد حتى الآن أي رد. مع الأسف الإيرانيين حتى الآن يشعرون بنشوة النصر والانتصار على ولكن هناك يعني ربما ردود فعل يعني متمثلة بقصف مواقع ومعسكرات للميليشيات التابعة لإيران في العراق وسوريا. إلى أي مدى ترى أن الأمور تتجه فعلا لحالة تخادمية أمريكية إيرانية؟ يعني منذ أربع أو خمس سنوات المواقع الإيرانية، المعسكرات الإيرانية في سوريا تخطف، وأيضا حتى في العراق الآن بدأ هذا القصف. هذا القصف لا يغير في موقف القوى أبدا، يعني منذ خمس سنوات والحوثيين يتم استهداف مباشرة في اليمن، لا يؤثر هذا الاستهداف أبدا على موازين القوى وعلى على الدور في المنطقة. الدور الإيراني واحد، إيران تتحرك داخل العمق العربي، داخل العمق الخليجي. ولكن لماذا لا نرى أي أثر لتحرك أمريكي يعني في مضيق هرمز؟ يعني الولايات المتحدة يعني وإن يكون قد تم قصف مواقع للميليشيا داخل العراق سواء كان عبر الكيان الصهيوني، ولكن هناك ليس هناك أي تحرك أمريكي في مضيق هرمز، يعني فقط تأخذ الأمور طابع التهديدات فقط. يعني حتى الآن الدول الخليجية تعتمد على الولايات المتحدة الأمريكية بالرد على إيران، وهذا هذا اللي يشجع الإيرانيين، لأن يعني أصبح القرار الرد العربي والخليجي مرهون بالموقف الأمريكي، والموقف الأمريكي يعني الحسابات الأمريكية تختلف تماماً عن الحسابات الخليجية. الحسابات الأمريكية يعني متعلقة بالوضع الداخلي الأمريكي، بالصراع ما بين الجمهوريين والديمقراطيين والانتخابات الرئاسية، هذه الحسابات الأمريكية متعلقة بالعلاقات التجارية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، الموقف الأوروبي من أي تحرك أمريكي. الحسابات الأمريكية تختلف تماما عن الحسابات الخليجية. ماذا عن الحسابات البريطانية؟ إلى أي مدى تعتقد أن ترضى بريطانيا بلي الأذرع من قبل إيران بهذه السهولة؟ هل يمكن أن تكون يعني لندن هي المحرك ربما لواشنطن؟ يعني كنا نتصور بأنه بعد الاتحاد، خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سوف تكون القرارات البريطانية تكون قريبة جدا ومؤيدة للدور الأمريكي في المنطقة. وحتى الآن يعني نوعا ما تشير التحركات البريطانية إلى ذلك، ولكن فيما يتعلق بسفينة بنقلة نفط الإيرانية غريبس وان لم يتضح الدور البريطاني والموقف البريطاني لم يتناغم تماما مع الموقف الأمريكي، وأصدرت وزارة الخارجية الأمريكية يعني قرار باحتجاز نقلة النفط الإيرانية ولم ينفذ الطلب الأمريكي. وحتى الآن يجب أن نرى ونتابع بأن كيف تتعامل بريطانيا التي تعاني من مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص الشأن الإيراني والملف الإيراني بالمنطقة. وضحت الصورة أستاذ محمد مجيد الأحوازي، كنت معنا من ستوكهولم، الصحفي الأحوازي، شكرا لك.